بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في طاعة أولي الأمر. فصل في ذكر ما ورد من التشديد في الظلم. وأخبرنا عبد العزيز الماجشون فذكره بإسناده، رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن يونس، وأخرجه مسلم من حديث شباب بن عبد العزيز، وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ بس قف على هذه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم. إياكم أصلها أداة تحذير، إياك وفلان، لا تضربه ولا تقرب منه، أو لا، حسب السياق يعرف منه ما الذي يراد من هذا التحذير. إياك والأسد، يعني انتبه، هذا حيوان يفعل كذا ويفعل كذا، يعني احرس واحترس واحفظ نفسك. هكذا تأتي إياكم، تأتي أحياناً للإغراء وتأتي أحياناً للتحذير. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالأمة وأشفقها عليه، ليس من خير إلا ودلهم عليه، وليس من سيئة وضر ومحذور إلا حذرهم منه، هذا في منتهى الأمانة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم، حذرهم من ركوب الظلم والعمل به. الظلم يا عبد الله معناه عند أهل السنة أن تضع الشيء في غير موضعه، فمن ظلم أحداً في ماله تعديه على هذا المظلوم صاحب الحق وأخذه يعتبر ظلماً، لأنك ظلمته فوضعت الأذى والأسى على رجل لا يستحق ذلك. الظلم هذا تعريفه عند أهل السنة، لأن عند غيرهم هناك فيه طوائف، فيه معتزلة ومن يتبعهم، وفيهم أشاعرة ومن يتبعهم. هؤلاء إما أنهم أصلوا أصول، أو أنهم
اختلط عليهم أمر في آيات الله من آيات الله وسنته، فأخذوا تعاريف أخرى، لأن عند المعتزلة الظلم هو أن تتصرف في ملك الغير، والله مالك كل شيء لا يخرج شيء عن ملكه، فما يفعله فما يكون ظلما. هذا المعنى معناه أن الله عز وجل يعذب المطيع ويثيب العاصي ويفعل ما شاء لأنهم عبيده، فمن كان له ملك فضرب عبده أو أخذ ماله لا يلام ولا يقال لهذا ملكه. هكذا شبه الله، هذا عند المعتزلة، هكذا شبه الله بخلقه فأجازه أن يفعل ما يشاء. أما تعريف أهل السنة هو وضع الشيء في غير موضعه. فلما سبحانه وتعالى عاقب الظالم، لأن الإحسان إلى الظالم غير العفو عنه، لأن الإحسان إلى الظالم وإكرامه تضع الإكرام في غير موضعه، لأن هذا يعتبر تعدٍّ عن الحدود التي تعارف عليها الناس وما أنزلها الله عز وجل. فالظلم ظلمات. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. هذا حديث في مسلم صحيح، وهو أجل حديث عند أهل الشام لأن رواته شاميون. فيقول صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول: إني حرمت الظلم، حرمه على نفسه. الله عز وجل قال: حقاً علينا نصر المؤمنين، أي هذا الحق أوجبته أنا، لم يوجبه أحد علي، والظلم حرمته أنا على نفسي، لم يحرمه أحد علي. وإذا تتبعت آيات الله عز وجل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، أخذها بمعنى أهلكها، والقرى يعني أهلها. إذا رأيت أن الله أباد قوماً أو سلط عليهم عدواً أو أنهم عجزوا عن دفع المظلومات، والله عز وجل يقول: ما ظلمناهم، أي لم نظلمهم بالهلاك، لكن هم ظلموا أنفسهم، هم تسببوا في جلب هذه المصائب عليها. الله عز وجل أحكامه تدور بين الفضل والعدل، أحكامه له أحكام وله أمر، أوامره ما يأمر به العباد، وأحكامه ما قدر وقضى على العباد. كل هذين النوعين من التصرفات التي اختص بها الله عز وجل تدور بين أمرين: إما فضل وإحسان، وإما عدل. كل طاعة يفعلها المرء وكل مثوبة يلقاها المرء فضل في الدنيا وفي الآخرة، هي رحمة منه وفضل. العبد لا يستحق بأعماله، لا يستحق بأعماله أي نعمة في الدنيا جزاء على عمله، لأن عمل الإحسان والتقرب إلى الله والقيام بأوامره هو فضل من الله، هو الذي ألهمك وأعانك وسددك. فالأسباب التي أخذت بها للطاعة فالله عز وجل وفقها ويسرها لك، وإلا لم تستطع. فإن أنفقت شيئا فالمال مال الله عز وجل، وهو الذي يسر لك الإنفاق وحببه إليك، فخلق الأسباب ويسرها لك ثم يثيبك عليها. هذا الثواب فضل من الله. لا تظن يا عبد الله أن ما يفعله الله معك من طمأنينة وسعة بال وتيسير في الرزق وزوجة صالحة
وما رأيت من ذرية غير عاقين، وجيران كانوا يعطونك حقوقهم ولا يظلمونك، وكل أمر تراه من خير في هذه الدنيا فاعلم أن ذلك فضل من الله. الفضل يعني ما في منا، إنما هو زيادة إنعام منه سبحانه. كل نعمة منه فضل، وكل مصيبة منه عدل. تعرف ايش معنى العدل؟ يعني ما هو ظلم، إنما هو إنصاف تستحقه فلا يظلمك. الله عز وجل نفى عنه الظلم. فإن رأيت رجلا أصابه الكرب وحالته بئيسة فاعلم أن ذاك من عدل الله. عدله أنه لا يأخذ أحدا بغير جريرة، ولا يظلم ربك أحدا. فبين سبحانه: أما الله بظلام للعبيد، فإن أهلك قوما أو أغرقهم أو سلط عليهم عدوا فهي بذنوبهم. ولذا أهل أحد أفضل الناس ذاك العصر، وأقرب الناس إلى الله عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم معهم. لما أصابهم ما أصابهم من الهزيمة، قتل منهم من قتل، وشج وجه جبهته صلى الله عليه وسلم، فكانت الهزيمة، استغربوا: نحن خير خلق الله على الأرض وأنصاره صلى الله عليه وسلم. قالوا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ كيف حصل هذا؟ أن هذا استغراب وتعجب، مو التعجب أنه يحصل قتل، التعجب أن كيف هم يصابون بالقتل وعدوهم المنكر لله المشاق لله عز وجل ينتصرون. الله عز وجل بيّن لما قال: أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، هذا الأمر الذي حصل هذا منكم بعدم الطاعة لأجل أن يعودوا. وكان من فوائد الهزيمة في أحد فوائد عظيمة. لكن الشاهد يا عبد الله، كل ما يقع على الأمم، كفر أو غير كفر، إذا سمعت بزلزال، وإذا سمعت ببركان فار، وإذا سمعت بهزة أودت بأناس، فاعلم أن هناك ربا أو زنا، والواضح ظاهر في الزنا. أنت استقرئ هذه الأمور. إيش معنى استقرئها؟ يعني تتبع ما الذي كانت تفعله هذه الأمة التي أصابها الحريق والزلزال. لو وجدت هذين الأمر وما دونهما كذلك، مجرد الشرك قد لا يعذب الله عليه في الدنيا، لكن كل يجزى بفعله. أما الأفعال اللي فيها ظلم وفيها تمرد على الله وفيها أذى العباد، الله عز وجل ينتصر سبحانه ويعذب، ينتصر للمظلوم ويعذب الظالم. لما بين سبحانه وتعالى: وما ظلمناهم، أي ما ظلمناهم بإهلاكهم وما حصل، لكن هم الذين ظلموا أنفسهم. أما العدل فالله عز وجل لا يعذب أحد إلا بما يستحقه. لا تظن هذا الطفل يصرخ ويبكي وهو صغير، فاعلم أن الله عز وجل صراخه في حقه لا يشعر به وهو يتألم، وألمه له في هذه الحالة إنما هو معاده ومرجعه إلى صحة وعافية. قد يعذب بمرض هذا الطفل أبويه ولا يستحق ذلك. وإذا كان رجل طائع وأراد الله عز وجل أن يرفع مكانه مكانا أعلى من أعماله، وعلم أنه سبحانه لا يصل إليه إلا بشيء من الألم ليستحق المرتبة العالية، الله عز وجل قد يبتليه هذا الابتلاء ليستحق تلك المرتبة. استحقاقه لهذه المرتبة
وإنزال المصيبة عليه، الله عز وجل يهون له عليه ما أصابه، فيه التحمل والصبر. والصبر يا عبد الله ليس صبر البهائم، البهيمة لما تذبح ولدها أو أنه يموت هي تخور عليه، قد يكون عواء وقد يكون صراخ وقد يكون، لكن فترة هي لا بد أن تصبر ثم تسلو، بمعنى أنها يذهب عنها الحزن بعد فترة. وكذا الذي لا يعرف الله عز وجل حين يصاب يولول ويذهب ويشكو إلى الناس ويظهر عيوبه، هذا ما عنده الصبر على اليقين، لكن هذه الآلام أضعافها تنزل على المؤمن، يتألم كما يتألم الناس، لكن في قرارة نفسه نوع من رضا يهون عليه ما يجري عليه، ولذلك بعد العافية يشكر الله على ما حل به، بخلاف ذلك لا يدري ما الذي أصابه. الشاهد أن الله عز وجل في أحكامه عدل، وفي أوامره عدل، وفيها كذلك فضل، فمن أنعم الله عليه فهو استحق ذاك الإنعام، يهديه ويرزقه وينصره، ومن عاقبه فبعدله سبحانه لأنه استحق ذلك الأمر. اسمع الحديث الجليل في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم، قال: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة. يمين الله كلتا يديه يمين، ولله يدان كما له عينان يبصر بهما، وكما له وجه نقر هذه الصفات الذاتية التي جاءت لله عز وجل. لكن يا عبد الله لا تكيفها، لا تقول هي كيف، ولا تمثلها بمثل أحد، أقر أن الله له ذات مقدسة، ما تعرف، لا تقول ذهب ولا فضة ولا غيرها، ليس له جوف سبحانه، هو صمد، كما أنك لا تعرف الذات وهيئتها وكيفيتها كذلك صفاته، أقر بها. وإذا رأيت أحداً ينفيها أو يبتعد عنها، هو شبه الخالق بالمخلوق وأراد أن ينفي المساواة بينهما، قال: لا، لله ما له وجه فله بصر، شبه ثم عطل، شبهه بالمخلوق ثم عطل هذه الصفات. والله عز وجل ذكرها في كتابه وشهر بها صلى الله عليه وسلم أمام الملأ، وأقرها الصحابة ذو الفطر السليمة، كما أن اليهود أقروا بها في كتبهم. فإذا جاء أحد من المتأخرين فأرادوا أن ينزهوا الله، شبهوه بالخلق وقال هو منزه عن هذه. فإذا قرأت في كتب التفسير أو كتب العقائد خلاف هذا، فاعلم أن هؤلاء لم يرد الله أن يهديهم في هذه المسألة، قد يكونوا من أهل السنة إلا في هذه المسألة، وقد يكون ضلالاً خارجين عن أهل السنة. الله عز وجل لما قال في الحديث: يمين الله ملأى، يعني ملأى من الخير، لا يغيضها نفقة، غاض الشيء بمعنى غار وذهب، والمراد ما نقصها شيء مما أنفقها. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، منذ أن خلق الله الدنيا فهو ينفق. الإنفاق يا عبد الله ما هو الدراهم، أنفق الصحة والعافية والبصر، وأنفق الفؤاد والفكر الطيب، وأنفق ما يجوله الإنسان في معاشه، وسخر الوحوش كما سخرها، وسخر ابن آدم له في تسخيره له ما في السماوات والأرض، نعم الله تتولى. فيقول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض
بين أنه لم يغض ذلك منه شيئا، لم ينقص من ملكه شيئا. ثم قال سبحانه: والأخرى بها العدل، يعني اليد الأخرى، لم يقل الشمال واليسار، لأن الشمال واليسار عند المخلوق ناقصة الفائدة والمنفعة، لا تؤدي الغرض كما يؤديها اليمين. فإن رأيت رجل أعسر لا تظن أن كلتا يديه في التصرف على مثال واحد، لا يا عبد الله. قال: وفي الأخرى، أي وفي اليمين الأخرى، بيده العدل يقبض ويبسط، القبض والبسط، يعطي ويمنع، يرفع ويذل، وهو تصرفاته سبحانه كلها رحمة وفضل وعدل. فإن كان فيه الانتقام وإن كان فيه البلاء والمكروهات التي يكرهها الإنسان فمنه عدل. المؤمن يصاب، وإصابته ليست من باب الجزاء، لأن الجزاء يوم القيامة، إنما أصابه لأجل أن يعود إليه سبحانه. هذا المرء هرب عن الله عز وجل بفعل ما يبغضه الله عز وجل، فيأتيه مس من عذاب. ما هو العذاب؟ فقط لينبهه: أيها الغافل، قدر الله حق قدره، فإنك عصيته، والله عز وجل يسبح له من في السماوات والأرض، أي يعظمونه وينزهونه. البصير يتعرف ذلك ويدرك ذلك، فيكثر الاستغفار والرجوع إلى الله. ولذا حتى الغافل الذي لا يعرف يوم يصاب فيذهب هنا وهنا، يعني يروح للطبيب هذا والمستشفى هذا، وإن كان صاحب فقر وحاجة لجأ إلى ذوي السرات من الناس، هذا الغني وهذا ذو الجاه، حتى سدت الأبواب ما أحد ينصفه. وإن أراد أحد إنصافه عجز عن ذلك، حين يعلم أن الأبواب قفلت لجأ إلى الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، لأن هذا اضطر انتهى، فتجده آخر حاله: يا رب، يا الله، يا غفور، يا رحيم، يا كاشف الكرب. ما كان يقولها أول، كان أول ينظر إلى هنا وهنا، ثم لجأه الأمر. فالله عز وجل لما رأى منه الإخلاص وأنه توجه إليه وحده كشف عنه الكرب. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. إذا علمنا ذلك، وأن الله عز وجل حرم الظلم، لما قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، أي أن صاحبها، لأن الظلم أنواع، ظلم يقع على النفس، ظالم لنفسه، وأعلى هذه وهذا أعلى هذا الظلم هو الشرك بالله عز وجل. درجات: إن الشرك لظلم عظيم. والشرك يا عبد الله أنه يجعل مع الله نداً وشريكاً. الند بمعنى أنه نظيره، يأمر الله بشيء وهذا يأمر بشيء، إما أن يقول: عطلوا ذلك واعملوا بهذا، أو أنه يشاق الله ورسوله، يأمر الله بشيء فيأتي بما يخالفه، أي يسمى ند ونظير. أو يشرك معه آخر، يدعو الله تارة ويدعو صاحب القبر تارة، ويدعو ذاك الولي الذي يظنه ولي، سيما إذا كان حيا، سيما إذا كان حيا، ولا ينهى هؤلاء الذين ينادونه ويتمسحون به، بل أحيانا يأمرهم: إن أصابك كرب تأمل في الظلام، واجعل
في داخل خاطرك صورتي تجدني أمامك، ولأعوذ بالله من هذا المعنى وهذه الأقوال، هم يختلفون في ذلك. هؤلاء الذين يسعون في التعظيم زعماء الصوفية وزعماء الأحزاب الأخرى، منهم من يجرؤ يقول هذا الكلام لأن عنده شيء من هذه الدنيا فيعطي فيعطي. إن لم ترهم احمد الله، وإن رأيتهم انظروا حين يحدقون به ويبقى هكذا في الوسط يطلب من الناس الذين حوله أن ينظروا إليه نظرة تقدير. أحمد الله أنك لم ترهم، لأن هذا لا يكون في الظاهر، لا زال في قلوب المؤمنين إيمان ولهم عقول، لكن أناس سقطوا في هذا الهوى وسلبت عقولهم وقلوبهم بالأموال وهم يفعلون هذا الفعل، قد يكون في خفاء والظاهر نراه. الشاهد أن الشرك إما ند ونظير أو شريك معه، كما يدعو الله يدعو هذا، وكما يرجو الله يرجو هذا، وكما يلجأ إليه مضطرا يلجأ إلى هذا، لا ينهاه بل أنه يدعوه إلى ذلك. ثم إن أهل الكفر لما عرفوا أن هؤلاء لهم نفوذ على قلوب الأتباع وأتباعهم كثيرون، يا عبد الله أوامر الله إن لم يتقبلها المرء برضا وارتياح الشيطان يثقلها عليهم، ولذا في أول الأمر يصعب عليه أن يلتزم الجماعة في الصلاة، ويرى أن رمضان والصوم فيه كلفة، ويرى أن إخراج الزكاة نوع من ضريبة وخراج، فيأتي إلى هذه الأوامر فلا يتبعها، تغلب عليه شهواته. فهذه هو يحب يتمرد، لأن الهوى أمره عظيم في النفس، والشيطان له صولة على قلوب هؤلاء المرضى، يقودهم إلى حيث يغضب الله عز وجل من أفعال هؤلاء. هذه الأوامر والمطلوبات من الشارع الحكيم ثقيلة على هذه النفوس، لكن لما يجي شيخ يقول وصلنا إلى مرتبة خذوا هذه فيطعمهم من هذه الدنيا، يقول الصلاة أنتم بالخيار، ويتدرج معهم في إلغاء التكاليف حتى إذا وصل مرتبة اقتنعوا به، لأنه يغدق عليهم. ترى الأموال هذه مشبوهة، قد يكون تبرعات من التجار، لأنه يقول لأتباعه اشتروا من هذا قوموا مع هذا، فيكثر الأتباع لأنها ما في تكاليف، فيه تمرد عن أوامر الله، وسهل على النفوس المريضة. ما سمعتم بجماعة يقال لهم كذا في لبنان وانتقلوا إلى أفريقيا يجيزون لأتباعهم شرب الخمر ويجيزون لأتباعهم الزنا، ثم يتهمون أئمة المسلمين بأنهم كذا؟ إن لم تعلم احمد الله عز وجل، وإن علمت فالله عز وجل وقاك من شرهم أعطاك نورا وبصيرا. هذه الأوامر والنواهي لما كانت ثقيلة على بعض النفوس فهربوا ولجأوا إلى هؤلاء، عرفها أعداء الملة والدين اليهود والنصارى ومن شاك لهم، فسعوا يعني كالشيعة، فسعوا إلى هؤلاء الأقطاب السادة من الصوفية وغيرهم، أخذوهم فرشوهم بالأموال وعمموهم وأعطوهم زعامات، وفي أصابع وراء هؤلاء من كبار المجرمين في الدول، والنصارى تأخذ بذلك. هؤلاء زعماء من كان في خارج بلاد المسلمين حريصون على تدمير هذا الدين، فيأخذون هؤلاء ويعطونهم ويغدقوا عليهم الأموال، فيرون أن هذا
ما يجدوه في غير كذا، فيبدأ نشر هذا الدين ثم تشويه والصد عن أتباعه أن ينظروا إلى المسلمين. هكذا نجدهم في تلك الأقطار، هؤلاء يحاربون المسلمين وأهل السنة ويؤذونهم وما إلى ذلك. إن علمت احمد الله أن الله أعطاك بصيرة، وإن لم تعلم فتفطن، لأن تسمية الأشخاص ما تفيد الناس، لكن نقول هذه الخطوط لأجل أن يعلم المرء الحق من الباطل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا هؤلاء استغلوا هؤلاء فأصبحوا يشيدون بهؤلاء، حتى أن في بعض الدول إذا دخلها الكافر قام هؤلاء بضرب المسلمين وإعانة الكافر عليهم، وإذا طرد المسلمون الكافر حنوا إليهم بعد أن سعوا في إحباط الجهاد وطرد المسلمين. ترى بعض من يسمعنا قد يعلم ذلك لأنه عاش هذا النوع، إما أنه رآها ولمسها وذاق حرها ووبالها، أو أنه قرأ فتفطن. الشاهد يا عبد الله، هذا الظلم له دوافع. أولها ظلم الإنسان على نفسه بالشرك والكفر وجعل لله نداً ونظيراً، وقد يكون الظلم على غيره. الظلم على الغير يا عبد الله ما هو مختص بالأموال، لكن أكثر هذا في الأموال، ولذا كثير ممن يفسر هذا من أهل الفقه يقول الاعتداء على الحقوق والاعتداء على الأموال فيحصرها في هذا. لا، لأن الظلم قد يكون في العرض. العرض يا عبد الله لا تفهم أنه نساء الرجل الذي يحوطهم ويحميهم، لا، هذا أحد أنواع العرض. وإلا العرض البدن والمركوب واللباس، لو قال سيارة هذه أصلها مسروقة أو أنها اغتصبت، أو قال هذه السيارة في غاية القذارة، أو هذا الثوب الذي يلبسه فيه نجاسة، فإذا انتقل إلى البدن ذكر التشويهات، فإذا انتقل إلى غيره قال ريحة فمه كريهة، أو أن مشيته كذا، هذا كله يا عبد الله من الظلم. فما بالك إذا أخذ المال وجحده، وإذا سلب حقا من حقوقه. الظلم ظلمات يوم القيامة. أما في الدنيا فالله ينتصر من المظلوم انتصارا، ينتصر للمظلوم انتصارا أسرع من أصحاب الشرك في شركهم. الشرك هذا له إذا لم يدعو إليه ويكون زعيما في دعوة الباطل فإن الظالم لن يمهله الله عز وجل، وإن أمهله فترة. شاهد هذا يا عبد الله، إذا كنت مظلوما احمد الله أنك لم تظلم الله عز وجل، من فضله عليك جعلك لم تعتدي. فإن أنت صبرت مع هذا الظلم ثم إنك لم تنتقم ولم تنظر نظرة غضب ولم تشكو إلى أحد، ذاك فضل عظيم عليك. قد يظلمك مرة وثلاثة وأربعة حتى ينقي الله عز وجل من قلبك الحقد، فإن علم منك ذلك يعجز ذاك مرة أخرى أن يقدم بعض الإساءة، لأنه وجد قبل ذلك من الألم الذي يرسله الله عليه يعلم أنه لا طاقة لها برده. قد يكون ينسب هذا الأمر إلى أن الطريق واعر، وينسب هذا الأمر إلى أن هذا الظالم لم يدري الجار أو غيره، ثم أخيرا يدرك أن ما أصابه من ذاك الفعل فلن يسلط عليك أخرى. هذا ظلم العباد،
والنبي صلى الله عليه وسلم حذر عباده من الظلم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.